تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابعة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشرة لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم عربوا فيها عن صادق تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكه البحرين وشعبها دوام التطور والازدهار